السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الجزء الثاني من هاد ديال البيجاما ديال الدار او لاكندوره او التشامير. الاسماء كتختلف من منطقه لمنطقه. سبق لي ودرت لكم في الجزء الاول، هنايا كيف وريتكم كيفاش تحطوا هاد الغرزات عمود. هنايا بالاول جمعوا بها ودرنا عاوتاني السطر الثاني ديال غرزه عمود كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. دابا بقى لينا نديروا ندوز واحد الدري صغير ساهل وسامبل. كما كتشوفوا غنحتاجوا لهاد الدريس هذا كروشي نمره 12 كما كتشوفوا، وغنحتاجوا الحرير. انا الحرير هنا انا راه ما قطعتوش، باقي في نفس البلاصه. وكما شفتوا في البدايه هذاك الخيط اللي انا بديت فيه في الاول راني خدمت فوق منه. كما شفتوا الخدمه ديالنا هي فينيا نقيه، ما بقى لينا لا خيط لا والو. وغنحتاجوا هنايا العقيق. هذا العقيق راه خيط جبتو وكبيتو انايا هنايا كما كتشوفوا، كبيتو في هاد البواطه. دابا ان شاء الله نبداو الطريقه. كما شفتوا احنا دابا هنا وصلنا للغرزه الاخيره على هذا الشكل. هذا غنزيدو واحد الغرزه تحلت ليا نزيد نخدمها. ها هي غرزه عمود، حداها عاوتاني غندير غرزه عمود. عارفين نحاولوا تشدوا دابا مع الصهد الخيط دغيا يتسرب. درنا هاد غرزه عمود، فهذوك جوج سلسال اللي درنا غنديروا منزلقه باش غادي نسدو هذاك الفراغ اللي تيكون عندنا. حنا درنا منزلقه حنا سديناه، غنديروا غرزه حشو في العمود الاول. ها هي دابا درنا غرزه حشو، غادي نجبدوها بحال هذا الشكل. هذا غنجيب شويه العقيق غادي نكبو حدايا باش يجيني ساهل كيفاش غادي نهزو. حنا دابا هزينا العقيقه، غنجيو نهزو هاد الغرزه هادي عاوتاني على هاد الشكل. هذا دابا ملي هزينا هاد الغرزه هادي غنلويو الخيط على الكروشي وغنخليو غرزه ونمشيو للغرزه الثانيه وغادي نديرو فيها غرزه عمود على هاد الشكل. هذا ملي درنا غرزه عمود غندير واحد جوج سلسلات وغنلويو الخيط على الكروشي وغنجيو هنا مور هذاك العمود اللي حنايا درنا وغادي نعمرو خمسة ديال غرزه نصف عمود. غرزه نصف عمود شنو هي دابا؟ ها هما بحال غنديروا عمود، هذوك الثلاثه اللي كيكونوا واحلين عندنا في الكروشي كنخرجوهم كاملين على هذا الشكل هذا بخيط واحد. هذه هي غرزه نصف عمود. غنلوي عاوتاني الخيط على الكروشي ودائما مور هذاك العمود اللي درنا وغنخرجوا هذوك الثلاثه ديال الخيوط غنخرجوهم كاملين بخيط واحد. غنعاودوا عاوتاني نديروا عاوتاني غرزه نصف عمود الثالثه، ها غرزة نصف عمود الرابعة، وغرزة نصف عمود الخامسة، عفوا غرزة نصف عمود الخامسة كما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا ملي كملنا هاد غرزة نصف عمود الخامسة غنجي مباشرة في العمود اللي حداها غنديرو غرزة حشو باش كنثبتو هاد تقريبا هاد نصف دائرة اللي درنا. ملي درنا غرزة حشو غنجبدو هاد العوينة هادي ديالنا عاوتاني وغادي نجيبو عقيقه. ما نجيبو العقيقه عاوتاني غنجبدوها بالخيط على هذا الشكل. هذا عاوتاني غنلوي الخيط على الكروشي غنخلي غرزه حشو وغنمشي لغرزه حشو اللي حداها على هذا الشكل. هذا غندير عاوتاني غرزه عمود كما قلنا، غندير عاوتاني واحد جوج سلسلات وغنلوي الخيط على الكروشي ونجي هنا مور هذا العمود وغادي ندير غرزة نصف عمود. درنا غرزة نصف عمود الأولى، نعاود ندير غرزة نصف عمود الثانية، نعاود ندير عاوتاني غرزة نصف عمود الثالثة، عاوتاني نصف عمود الغرزة الرابعة، عاوتاني غرزة نصف عمود الخامسة والأخيرة على هذا الشكل. هذا هاهي ملي درناها غنجيو في الغرزة الحشو اللي حدا العمود اللي حداه غنديرو فيها غرزة حشو على هذا الشكل. هذا هاهي دابا درنا جوج حبات ديال الدرس كما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا غنجبد عاوتاني هاد الغرزه هادي وغنمشي نجيب عاوتاني عقيقه على هذا الشكل. هذا انا نجبد عاوتاني هاد الغرزه هادي، درت العقيقه غنلوي الخيط على الكروشي غنخلي غرزه حشو وغنخدم في غرزه حشو اللي حداها على هذا الشكل. هذا غندير دابا عمود عاوتاني واحد جوج سلسلات غنلوي الخيط وغنجي مور هذاك العمود كنشدو باش كيبقى لينا هاد الفراغ هذا اللي شويه هنا بحال العوينه خصو يجينا هذيك الفراغ.
حنا لوينا الخيط على الكروشي، غنجيو هنا مور هاد العمود هذا وغنديرو غرزة نصف عمود. عاوتاني غرزة نصف عمود، ثانية عاوتاني غرزة نصف عمود، ثالثة عاوتاني غرزة نصف عمود، الرابعة وغرزة نصف عمود، خامسة والأخيرة. صافي، وغنجيو في الغرزة العمود اللي حداها وغنديرو فوق منها غرزة حشو على هذا الشكل هذا. صافي، وغنجبد عاوتاني هاد الغرزة ديالي وغادي نجيب عاوتاني واحد العقيقة. جبت واحد العقيقة عاوتاني غنخرجها من الخيط، غنلوي عاوتاني الخيط على الكروشيه، غنخلي غرزة عمود ها هي، وغنمشي للعمود الثاني وغندير فوق منه عمود كما كتشوفوا. غنعاود ندير عاوتاني واحد جوج، غنلوي الخيط على الكروشيه ونجي مور هاد العمود هذا. كان دائما كنخدمو مور العمود، كنديرو مور هذاك العمود خمسة ديال الغرز نصف عمود. الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. وغنجي في العمود اللي حداها وغادي ندير غرزة حشو كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. ها هو الدريس ديالنا، كيجي الشكل ديالو زوين بزاف، شي حاجه اللي هي خفيفه وزوينه. صيفيه كتزين لينا الحاجه وسهل في نفس الوقت، واي وحده تقدر ديره. كنتمنى نكون كنشرح بطريقه واضحه. نعاود عاوتاني جبت هاد الغرزه هادي، غنجبد عاوتاني، عفوا، نعاود ندير عاوتاني غرزه حشو هنايا، غنجبد هاد الغرزه هادي وغنجيب عاوتاني عقيقه على هذا الشكل هذا، وغنلوي الخيط على الكروشيه، نخلي غرزه ونمشي للغرزه اللي حداها، غندير فوق داك العمود عمود. عاوتاني ندير واحد جوج، غنلوي الخيط على الكروشيه وغنرجع دائما مور هذاك العمود، دائما مور العمود غندير خمسة ديال الغرز نصف عمود. جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. هاهما خمسة ديال الغرز نصف عمود. غنجي في العمود اللي حداها وغندير فوق منه غرزة حشو على هذا الشكل هذا. صافي، وغنبقاو غادي ندورو فوق هذاك السطر ديال اللي فيه درنا فيه العمود الثاني، غندورو ليه كامل هاد الدريس هذا. من بعد ما كملنا الكول ديالنا كما كتشوفوا بحال هكا، كتجي شي حاجه بسيطه سهله ومتيوله، خفيفه وبسيطه في نفس الوقت، وفي نفس الوقت راها شي حاجه راقيه كما كتشوفوا هنا. بالنسبه لهاد الدريس المائل انا بغيت نزيدو اضافه باش كتزين لينا الخدمه ديالنا، اللي بغات تضيفو تضيفو، اللي ما بغاتش تخليه سامبل من الاحسن. وكما شفتوا هنا هذاك الديفو اللي انا اولا داك الخيط اللي خدمت به انا الدريس هذا من الفوق، ها هو اللي بقى ليا انا كيفاش درت تافينيتو من هنايا. ومن هنا الخدمه ديالي كتجي نقيه كما كتشوفوا، الخدمه ديالنا خصها تكون كامله نقيه كما كتشوفوا. الشكل ديالها كيجي زوين، شي حاجه اللي هي خفيفه روميه في نفس الوقت. وكانوا بزاف ديال الاخوات كيطلبوني تيقول لي دير لنا الكول داير، ها انا درت لهم الموديل اللي هما بغاو، وان شاء الله مره اخرى غندير لكم الطريقه كيفاش ديروا كل كاري او كل مربع. كنتمنى يعجبكم هذه الطريقه ديال هذا الكول دائري، وتابعوا ان شاء الله معايا الجزء الثالث باش تشوفوا معايا كيفاش غنخدم لكم ديال هذا. هو اسهل شي حاجه اللي هي سهله وبسيطه وتقدر تخدمها اي مبتدئه، يلاه قالت بسم الله في الكروشي تخدمها بكل سهوله. ما تنساوش رقم الواتساب ديالي راه في صندوق الوصف لاي اسئله او استفسار. اما اللي بغات تخدم اتصل بيا مباشره، مرحبا بها. السلام عليكم.